صباح طيب وكله خير على حضراتكم. ودلوقتي جه ميعادنا مع حالة الجو بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون حار بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، إنما شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي فهم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الجو، خصوصا أن احنا عايشين حالة استقرار بقالنا كذا يوم. مكمل معانا ولا هنتفاجئ بتغيرات جوية مختلفة؟ هو بالفعل مكمل معانا الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية. قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، يمكن اليوم تحديدا هنحس ان هي فيها ارتفاعات طفيفة جدا بمعدل من درجة لدرجتين عن أمس أو أول أمس، لأن بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. ده بيعمل بشكل كبير على زيادة كترات سطوع أشعة الشمس، فبالتالي ده هيساعد ان احنا نحس بالأجواء الحارة في القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، مناطق من جنوب سيناء. العظمى اليوم على القاهرة الكبرى وقت الظهيرة هتكون 32 درجة مئوية. المناطق الساحلية بتكون أقل حرارة، أجواءها بتكون أجواء مائلة للحرارة. أما المناطق الجنوبية جنوب الصعيد أجواءها شديدة الحرارة خلال فترة النهار، وزي ما قلنا ده في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس بيحصل طبعا العكس تماما، بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده هيكون محسوس وملموس أكتر في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترة الفجر وفترة الصباح الباكر. ترجع تاني أجواء مائلة للبرودة، فيها بعض البرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة في المحافظات الشمالية، وخاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير. أيضا اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية. سرعة رياح هتتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا في أغلب المحافظات هيلطف الأجواء بشكل كبير ويحسسنا بقيم درجات حرارة أقل، لكن هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة في محافظات وسط وشمال الصعيد، مناطق كمان من جنوب سيناء ممكن نلاحظ فيها بعض الأتربة والرمال المثارة. طبعا دايما في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية، كانت موجودة معانا اليوم وأدت انخفاضات في الرؤية الأفقية وخاصة في المنطقة الغربية. شبورة مائية طبعا بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتختفي مع سطوع أشعة الشمس. ننوه كمان النهارده ان هيكون في ارتفاع امواج على شواطئ المنطقه الغربيه من سواحلنا الشماليه الغربيه، شواطئ البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 1.5 الى 2.5 متر على الشاطئ، فلازم ناخد بالنا بقدر الامكان لان سرعات الرياح على البحر المتوسط من المنطقه الغربيه هتكون ما بين 40 ل 50 كيلو متر على الساعه. مع بكره وبعده هيكون في اضطراب كامل في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، يعني احنا عندنا السبت والحد ارتفاع امواج بيوصل ل 3 متر على البحر المتوسط، وهيكون غير مؤهل تماما لاي اعمال صيد وملاحه بحريه او حتى كمان اعمال تنزه. لكن بالنسبه لقيم درجات الحراره بكره هتحس ان الاجواء تكون اكثر اجواء ربيعيه، مع يوم الحد والاثنين قيم درجات حراره حول المعدلات او تكون كمان اقل من المعدلات الطبيعيه، والاجواء هتكون اجواء ربيعيه بشكل كبير لان هياثر علينا منخفض جوي في طبقات الجو العليا. ده هيلطف الاجواء بشكل كبير وهيكون معاه سحب منخفضه ومتوسطه اللي هنخلي بالنا منه بقدر الامكان نوعيه الملابس، خاصه فتره الليل نظل نرتدي ملابس خريفيه فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. يفضل طبعا ما تكونش ملابس صيفيه تجنبا لنزلات البرد. انا كنت لسه اسال حضرتك دلوقتي مع المنخفض الجوي نرجع نتقل اللبس تاني الصبح كمان؟ مش فتره النهار، يعني احنا فتره النهار خلاص قيم درجات الحراره لما هتنخفض هتنخفض ل 29 درجه مئويه فتره النهار. نشاط الرياح اللي هيكون موجود ممكن يحسسنا ان هي اقل من 29، لكن ده مش هنحتاج معاها ان احنا نتقل الملابس فتره الظهيره تحديدا، لكن نوعيه الملابس دي هتكون فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، لان لو ادي لسه فيها بروده وهنلاحظ فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل ده ممكن قدر الله يصيبنا بنزلات البرد. الفتره دي فتره اجازات، الناس كلها كمان
تتجه للمناطق الساحلية، فنخلي بالنا من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط تحديدا، لأن اللي فيه ارتفاع أمواج ممكن يسبب خطورة حتى كمان على المواطن العادي لو هو حابب ينزل البحر، فناخد بالنا بس ونكون في منطقة قريبة من الشاطئ دايما. البحر الأحمر معتدل ومؤهل تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية. طيب إيه أكتر المناطق اللي موجودة في مصر فيها تباين كبير في درجات الحرارة عشان الناس تاخد بالها؟ هي طبعا التباين الكبير بيظهر في المحافظات الموجودة في جنوب البلاد، ده فرق قيم درجات حرارة يتجاوز أحيانا 15 درجة مئوية، لكن هي فترة الليل كمان قيم درجة الحرارة مرتفعة، يعني احنا بنقول فترة النهار بتوصل ل 36 درجة مئوية، فترة الليل بتكون 20 أو 22 درجة مئوية، في خلاف كبير في قيم درجات الحرارة، لكن فترة النهار أجواء شديدة الحرارة وفترات الليل أجواءها بتكون أجواء معتدلة، ما بنحسش برودة في محافظات جنوب الصعيد. المناطق اللي موجوده في سواحلنا الشماليه، السواحل الشماليه، اجواء فتره النهار اللي هي مطله على البحر المتوسط بالليل اجواء مائله للحراره، فتره الليل اجواء بارده او مائله للبروده، لان الصغرى فتره الليل ممكن توصل في بعض الاماكن من مطروح او الاسكندريه ل 16 و15 درجه مئويه، فهنلاقي التباين ده في احساسنا بقيم درجات الحراره، فلازم ناخد بالنا يمكن في اغلب المحافظات من تباين قيم درجات الحراره فتره الليل، لان الناس دايما بتنخدع باشعه الشمس والدفء فتره النهار وبتقول خلاص احنا يعني نرتدي الملابس الصيفيه، بنيجي فور غياب اشعه الشمس او دخلنا فتره الليل نحس بالبروده، فرق درجات الحراره في جسم الانسان بين النهار والليل ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فناخد بس يعني حذرنا بقدر الامكان من نوعيه الملابس. الاتربه والرمال المصاره النهارده في المناطق الموجوده في جنوب سيناء او محافظات وسط ووسط وشمال الصعيد ناخد بالنا بس بقدر الامكان، ومرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه في الاماكن دي. هل هي شديده هتاثر على مرضى الحساسيه او الرؤيه حتى الافقيه على الطرق؟ ممكن طبعا يكون معاها، هي مش شديده بالشكل الكبير بس اكيد ممكن تاثر على مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، او ممكن تؤدي لانخفاضات طفيفه في الرؤيه الافقيه، يعني ان شاء الله مش هتوصل لحد العاصفه، لكن بتاثر طبعا على مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه او الرؤيه الافقيه، فمهم جدا بس ناخد بالنا في محافظات شمال ووسط الصعيد ومناطق من جنوب سيناء فقط، لكن باقي محافظات الجمهوريه ما عليهاش اي اتربه ورمال مصاره. احنا في فصل الربيع دايما بيحصل تغيرات جويه في حاله الجو من يوم للتاني وفي التوزيعات الضغطيه، فاحنا يوميا مهم جدا نتابع النشره الجويه ونشوف الاحوال الجويه ايه دايما قبل ما نخرج من البيت عشان نبدا نأقلم نفسنا مع اي ظروف جويه مختلفه. دايما بحب اخد معاكي في اخر كلامك توصيات ونصايح للناس علشان الاجواء الربيعيه اللي احنا بنعيشها. هو طبعا احنا زي ما حضرتك بتقولي اجواء رباعيه، بمعنى ان حتى لو طقس معتدل وطقس مستقر دايما بيحصل تغير في الحاله الجويه في فصل الربيع، هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه، عشان كده اهم نصيحه احنا بنقولها دايما للناس ان احنا نتابع النشره الجويه اذا كان فتره بالليل او كمان قبل ما نخرج من بيت فتره الصباح، نعرف ايه الظواهر الجويه اللي ممكن تاثر عليا وابدا اتاقلم نفسي مع اي ظاهره جويه مختلفه. زي ما قلنا في الاول في كلامنا نوعيه الملابس، لو احنا بنرتدي الملابس الصيفيه فتره النهار او فتره الظهيره يفضل فترات الليل ما تكونش الملابس الصيفيه، فتره الليل او فتره الصباح الباكر. الشبوره المائيه ظاهره جويه مؤثره معانا وخاصه اليوم كانت في المنطقه الغربيه، فمهم جدا مع وجود الشبوره المائيه القياده بالتزام، نتابع كافه تعليمات المرور، يعني ناخد بالنا دايما من انخفاض الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، وكمان طبعا فتره الظهيره لو احنا في الاماكن الموجوده في جنوب البلاد او الاماكن اللي بتبقى قيم درجات حرارتها مرتفعه فتره النهار بقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس المباشره، لان وجودي تحت اشعه شمس مباشره ممكن يخليني احس بقيم درجات حراره مرتفعه، لان قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها في النشره هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل تحت المعايير الدوليه اللي وضعها المنظمه العالميه للارصاد الجويه، دايما درجه الحراره المحسوسه بتعتمد على عوامل اخرى زي تعرضي لاشعه الشمس في فصل الربيع، فمهم جدا ناخد بالنا بس من التعرض لاشعه الشمس وان شاء الله دايما السلامه للجميع. بشكرك شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده ونبداها على طول بالقاهره للعظمى، فيها 32 والصغرى 19، العاصمه الاداريه 31 18، اسكندريه 25 17، والعلمين 24 17، مطروح 24 16، ودمياط 26 17، بورسعيد 25 17، والاسماعيليه 32 16. هنروح للسويس العظمى فيها 32 والصغرى 18، العريش 26 16، وكاترين 24 12، طابة 29 21، حلايب 31 23، وشلاتين 34 22، شرم الشيخ 34 23، الغردقة 34 23.
الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 22، بني سويف 33 21، الوادي الجديد 37 21، اسيوط 34 22، سوهاج 35 23، قنا 36 25، الاقصر 36 24، واخيرا اسوان العظمى فيها 37 والصغرى 25. مشاهدينا، دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. وعلى طول هنروح لباسانت ومحمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليكي لمياء.